منذ انطلاق المبادرة الزراعية عام 2008 وحتى إيقافها، شهدت صرف مبالغ تقدر بأكثر من 4 تريليونات دينار عراقي. هذه المبالغ وزعت على شكل قروض، وفي الوقت الذي كان من المفترض أن يؤدي إنفاق هذه المبالغ الضخمة إلى تحسن ملحوظ ووفرة في الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية والحيوانية في الأسواق بالشكل الذي يحقق اكتفاء ذاتيا ويغني العراق عن استيراد أكثر من 75% من المنتجات من خارج البلاد، غير أن الواقع يشير إلى عدم تحقق ما كانت تطمح إليه المبادرة الزراعية، على الرغم من تمكن العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل. لكن المختصين يعتقدون أن الهدف من إطلاق المبادرة الزراعية بالشكل الذي رسم إليها لم يتحقق بفعل عمليات الفساد التي لازمت عددا كبيرا من القروض التي تحولت إلى صفقة تجارية بين طرفين مستفيدين بشكل شخصي، فأنفقت أموالا طائلة من المبادرة الزراعية في شراء أسهم لمشاريع لا علاقة لها بالزراعة، فيما اشترى بعض المقترضين عقارات داخل العراق وخارجه، ناهيك عن ملف عقود تجهيز المعدات والمكائن التي تعاقدت وزارة الزراعة مع شركات القطاع الخاص لتجهيز المزارعين بالمعدات. توقفت المبادرة ولم تزل المعدات في مخازن وزارة الزراعة، فلا المزارع تحصل عليها ولا شركات القطاع الخاص حصلت على مستحقاتها، وبقي الملف معلقا لغاية الآن. لبرنامج دينار علي الجميلي، العراقية الإخبارية، بغداد.